descendre. Hein. Les femmes, quand même, ils vont descendre. Salam alaikum. Salam madame. Salam. Je suis la concernée. Je suis la concernée. Ok. Qu'est-ce que tu dis nous sera? On a été mis dehors, on a essayé de n'habsou le temfid, mais je ne sais pas où là, c'est une affaire de corruption ou là, on n'a pas eu droit à un jour de plus pour faire sortir nos affaires, pour nous organiser. Grâce aux gens du quartier, ils nous ont aidés, ils ont emballé avec nous nos affaires. Lui, si je ferme, je prends les clés. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. On est là. Raكم تبعتوا هنا. انا هنا. انا هنا. Moi et mon mari on est là. Moi et mon mari on est là. رانا هنا انا وراجلي. Bon, mes filles, je les ai mis à l'abri chez des amis, mais nous on est là. Nous on est là. On a deux jeunes filles ساكن يقراو. فهمتي؟ ما عندهمش وين يروحوا هم كان ماذا بينا ما نحطوش دونزيس خليناهم عند الناس براويه ثانيه هم قاعدين تماتي خير ما عندهمش وين يروحوا مساكن وين هذه دوله هاديه انا عندي ما كاش دوله ما كاش حكم ما كان والو فهمتي هذا القاضي اللي مد قرار باش يخرجوا في مام با ساعه والو وين في ساعه لو طون ما عندكمش كاع وين تروحوا ما عندهمش نوت ابارتمون والو 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 الناس يبروبوز دو نوز ايبرجي هما اللي هم يبرجيونا حنا مي تو سا داري ندخلوا دار في ديار الناس البيبان كاع مفتوحين طول مون سوتيان كثر خيرهم يرحم والديهم راكم تباتوا في لاكاج دي سكالي انا هنا غايلك سي لاك جو دور هاي افيك لو تيمونياج دي فوازان اون دور ما يقدروش مام با يتكسلوا هنا شوفي اختي ما يقدروش مام با يتكسلوا لهنا تكسلي انت يا هنا ما كاش هي وراجلها وراي الدولة هادي ها وراي قولي لي برك وراي الدولة هادي اللي ترمي الناس للزنقة ما عندناش دولة تبوني يقول كاين دولة وندير 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 يبدا ب ب ب دار الشرع يبدا بدار الشرع هادي اللي مدوا مام با ساعة يا عجبة باش يخرج شو كنا لا كوربسيون كبيرة هادي وهو هذا اللي راهو يقول أنا مول العمارة فهمتي اللي راهو يقول أنا يدعى أنا مول العمارة هاد السيد هذايا مول الشكارة ماشي مول العمارة أو يخدم بالشكارة تاعو إلا كورومبي تو الموند كاع السكان خرجوا ولا غير هاد العائلة كاين السكان اللي خرجوا فهمتي؟ ديجا شحال كاين سكان سي فامي اكسبيلسي سي فامي ديجا اكسبيلسي وكاين اللي مازال راهم في الطريق راهم في الطريق صاي دو كيل دغوا خرجهم دو كيل دغوا هذا الراجل كيف راه واش راني نقول لك راهو يقول باللي انا هو مول العماره انا اللي عندي الكواغط وتحبي التفسير على هذا الكواغط والاخر هاو السيد هنايا يحكي لك بالتفسير هاولي السلام عليكم شوفي شوفي شحال سنه انتم هنايا في هذا هنا رانا من 62 اختي من 1962 انا عمي تحبي نوري لك الروسي دلوايين دوك نوريه حنا 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 الرساله تاعنا للسلطات تجي دير معنا التحقيق نقول لها كاع واش كاين باسكو هذه العماره عماره تاع الدوله من وهذا اللي راهو دوك على باله بلي عماره تاع الدوله ياك الو خرجت وزاره الماليه ربحت ورحت وهو تستعرف المجلس الدوله عاوز ترجعها بالشكاره
دو جوجمون رابحين وهو رجعها بالشرطه. احنا طالبين لكم الشرطه يديروا تحقيق معمق ورانا هنا. هذا هو الرساله تاعي. باسكو باش يقعد توجور يخرج اليوم خرج هذايا وغدوه ان شاء الله حنايا لا لا. وهاد العماره والاولين اللي خرجهم لا لا. يلا مر. لو يحبوا يديروا معنا تحقيق يديروا معنا تحقيقا واسم شكون؟ انا مازلت اسم دولي لا ومازال هاي اللي كنت نقول لك النيجاتيف مازال اسم تاع عنده une complicité au sein de l'administration algérienne. عنده une très bonne complicité. Où le dossier تاعو il est couvert. Il est couvert par des barons, par l'administration. Je le dis, je le répète. عندنا une mafia تاع le foncier هنا en Algérie. مازالها عصابة سي لا ميم اللي كانت في وقت بوتفليقة لا ميم عصابة اللي راهي في وقت تبون سي لا ميم ايدونتيك هي انا شونجي في وقت بوتفليقة وفي وقت تبون فوالا سي لا ميم لا مافيا دي فوسيي سي تاع احنا واش قال رئيس تبون احنا محاربة الفساد هاي لك الفساد يشوفها بعينه وحنا نحاربوا على الفساد هذه العمارة عمارة فساد هذا هو دوك نقول لك النيجاتيف شوف هذه العمارة مازال عدو على الدور صافي 22 ans ويشرح فينا 22 ans انا عندي زوج ولادي متوفين يشرح فيهم شرحهم وشكيت ورحت للويسير رحت للبروكيغور احكم لي زافوكا سبيسيالمون بوغ هذوك اللي ماتوا لي ما حبش تعرف هذا اللي شرع الموتى ماشي مسلم وما عنده حتى صفه ما عنده حتى دين واش حبي يدير لهم هاد الموتى واش كي شرعوا واش يدير زعما ما جو سي با 200 موتى انا مولا بيتي 6 سنين هو في الفراش حاول سي خرج شوف اختي ما يغيدو حتى واحد لا حنا حنا راميت حنا راميت حنا راميتي صافي نوطو ما يغيدو حتى واحد هاي ما وقع من الفراش وجيت شوفي اختي شوفي شوفي اختي لا تورتير مورا اللي انا عايشين بها ربي اللي عارف اكيد شوفي هاد العجوزه هادية 98 سنة في عمرها الله يبارك الله يبارك وراه مهددها بالطرد راه مهددها بالطرد والله مال بدنا وكل يوم في اجابات 98 طون وين نروح انا بنت هذاك سيتي لا بريمير اللي سكنت في هذا اللي ما بغاش هي الاولى في 62 انا الاولى ما نقدرش نبدل منها كنبدل نموت كون يخرجون منا ما نخرج روحي ولفت هنايا ما نقدرش نبدل حومه اخرى ولد داري ليت ما نباتش في داري ما نرقدش ما يدينيش النوم وراي اللي باتوا مهنيين في ديارهم قلت لك لي ريسبونسابل يدور بيان في ديارهم يرقدوا ترونكيل لي جوج اي لي جوج بصح انا هاد كانوا شاتين الصور ديك كانت هاي هاي النيجاتيف شوفي ها العقار مكلي اجنبي لا تسلم شهاده سلبيه حنا هادي هاد الورقه طلعها حبيتها في القاعه تشوفوها مليح ها هو ديك الكاشي هذه لا دات وقت خرجتها وانا وهذه انا اللي خرجتها ها ليك هاي نكملوا الكاشي ها هذا شوفي مليح هادي وهاد الورقه هادي كي شفت مع مسيو خزناجي كي شفت انا هادي مع الخزناجي وريتها له هاي ليك ها هو الدوسي تاع النيجاتيف تاع العماره دير التحقيق فيها وهي هيك ليك القضيه انا نقول سيلونس لو سيلونس توتال ما مشاش معنا لو سيلونس توتال ما مشاش معنا لو سيلونس توتال الدوله تتهرب وحنا باسكو يا لانتيري تاع الشكاره وانا حنا طالبين هاد الملك هاد الملك تاع الدوله يولي للدوله بقوه القانون اتولي نيفو الشكاره راهي تمشي احنا ربحناه ديجا مره في الشبع ودات سيتي البيان دو ليتا داتها ليتا
ابري 4 ans عاود تقلب الشرع علينا وزاد خدم خدمته بالرشوه او نيفو دي كونسيل دو ليتا عاود بالرشوه بكل شيء تعاود خرج لناها ويخرج فينا بالواحد وحنا كاع جايز وحنا كاع مراد ياك وكامل دار علينا هذا الشيء هذا ياك تشوفي الناس راهم قاعدين في الطريق في الزنقه وكامل في الشتاء à partir du 22 mars باش يحق يعطيك القانون باش دير برا من فامي برا هكذايا قانون لي ابلي لي سوبليي قلت له ماناش اون كونت با نورتوك نو اون فو جوست انا مستورين حتى يفرج علينا ربي اون في دي دوسيون في دي ديمارش مي والو قال لي ما تهضريش معايا وانتم حابين كذا وحابين باطل وحابين كذا انا جو شيرش اون سوليوشن هاد لوميلياسيون ما نقبلهاش لحقت لهاد لو ستاد ربي جازي حسبي الله ونعم الوكيل j'aurais pas été être mise dans cette situation dans un pays étranger oui j'aurais assumé parce que j'aurais pas porté la nationalité mais là je suis citoyenne algérienne hein le دستور يقول لك بلي ساكن c'est un droit il est où ce droit là je suis subir cette humiliation à mes filles j'ai des jeunes filles j'ai une fille universitaire quand les mamans quand venir à la télévision mais là je suis obligée ça fait 3 jours qu'on est là c'est pas une situation oh le message le solotard il chauffe la القضيه كيف راه دافيا راه ما الحكومه شوف ما يشوفوا هذا الباطل هذا علاش بلا قانون راهم يخدموا بلا قانون يعطيو الحق ليه يعطيو الحق ليه واعطنا هانيك في 2015 وين وزاره الماليه ربحتها ولك لغات العقد التوثيقي تاع القاوري والعربي والعربي واللي يمشي معنا بالعقد الهيبه من 96 رانا بلي بابي وكلش ثقه في الوثيقه باللي هذه هي تاع املاك الدوله ماشي تاعو هو مي هكذاك ورانا شوفي رانا في 2020 وراهو حاوزين فامي ومشات معاه الحكومه ما فهمتش كيفاش هذه الحكومه راهي تمشي مع الباطل انا ديما انا والديا ماتوا في جالو غير بخلاع تاوعو كامل يطبطبوا علينا هاو جا هاي حاوزك هاو حيدلك هاو قدام وما كبار وهاد باب الله يرحمهم خرجوا اكسبريسيف بالبرونكار 80 سنه في عمره خرجوها هكذاك بلونكا خارجين هنايا لي ريسبونسابل هادو تدمي با واحد اللي عمات لي ريسبونسابل هادو ما يحميو مصالح رجال الاعمال ما يحميوش مصالح املاك الدوله رجال المال ماشي عملوا ماشي عملوا راهم يعملوا نفسهم رجال المال هاد القضيه تاعنا اللي كنتو كنجينا عايشين رجال الاعمال اللي وتعطيهم القضيه تاع املاك الدوله تاعهم تما كيحطونا فوق راسنا وطونك احنا هاد القضيه نحطوها في املاك الدوله هاي تاعكم راهم يتخلاو عليها لو كان كفار ما يخرجوش ناس هكذا يحبوا يديروا هكذا لو كان الشفاء هذاك وارد باللي شي تاعو هاي اللي شي تاعو ما عبوش يستعرفوا بينا هذا مسلم هذا يشاهد لي ما فهمناش حاجه ما فهمناش كيفاش املاك الدوله تتخلى على ملكها كانت رابحه وتخلات عليه ما فهمنا احنا حابين نفهموا هاد السلطات يجوا يفهمونا قال يا ناس ما عندكمش حق طول مون دور تما نخرجوا دولة يا دو ناس سكنة يا المرأة السوخة يا ناس تخرجوا وين تروحوا يا دو ناس سكنة انا ما ناس خارجي انا ما ديزاجري انا ناس دوكا الا كان يخرجوا لهنا دوكا تكي الا كان لا يخرجوا لهم باطل ودولة هادي تكون معاه الا كان حابين الا كان حابين نديروا كريم هنايا هاد دولة تعطي الناس تعطي له حق ليه تخرجنا حنا مراد وعجايز وكبار وكامل راكي تشوفوا في حالتنا تخرجهم الزنقه في الشتاء وفي البرد ها وتخلينا بلا سكنه علاش ولا خرجنا رجع وقت قبر ولاباس عليهم كان ماشي نعرفوا ولا نقولوا نشوفوا في هذا لاباس عليهم الحمد لله لا 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 حوزهم برا كي نورمالمون لا بالو دو سيد هنا هذا اللي مالا بالو دروا متر دور في الشتاء ولا خرجنا حراك هنا يكون هنا في الحومه كاع نغلقوها وما نضمنوش لا بروشين اكسبيتشن مع الفوتو فوتو كامل نديرو بعد 24 ساعه من خطاب رئيس الجمهوريه على العداله الفاسده راهو حاوزين فامي وي 24 ساعه ايه 24 ساعه الفوتو الدنيا وكل الفوتين وكلش ما عندناش خطاها ليك جوج دي روتريتي وكل بالسكور ني مرضي كروني كل واحد مسكين والله لا 8 مليون
كيفاش مدام اللي تشوفيهم هنا ما كاينش كاع الصغار غير العجايز غير الكبار غير الشيوخه كاين اللي ما قلتي راه كاين اللي هنا ما قدروش يحطهم ساكن اللي مقطع رجله اللي مريض الكونسير اللي مريض عقليا حق ربي ما دار الباطمه راهي ساطره بزاف عفايس ما شافتش عينها هو واختو راهم ساكن في واحد الحاله تشوفي ما قدرش ولاد شاهد دخلت الدوله هنايا راهم يحاوس فينا يسكن معنا جينيرال الشخمه ويحاوس فينا وراهم مسكين بلا غونغرين وفريمو هاد القضيه هادي نحاولوا نفهموها زعما حاوزوا يرميه برا زيدوا تشوفيه ما تقدريش شاهد وليد شاهد بكوارطو الدولة اللي مدتها له دخلت لي بيان فاكو هنايا الدولة اللي مدتها له كيفاش شي عنده اليوم ولا تاكبر يعني بيان فاكو باتيمون وايس ما عندناش لي بروف شي عباد مالوريزمون عندنا لي بروف كيفاش قدرت الدولة تدور علينا هكذا الناس كامل تحيد لا اله الا الله محمد رسول الله هاي لا بروف شوفي لا بروف شوفي لا بروف ورانا عندنا كاع واحد ما كان المرض رانا نحانيه ونعرف نعاني ونعرف واحد ما شافش يدي تمن ملايين يدي واحد ما جا شافه انا تمن ملايين يدي انا تمن ملايين من وين نجيب له انا تمن ملايين هادو كاع تشوفي فيهم ديرو تريتي جايز وكل وكل مساله كرونيك وكل سكر وكل عين وكل واش درنا واش راني واش علاش هاد والدوله جايه معاه الدوله في وسط خاطي رانا نخلصوا هو يدير فينا هاد المكر هذايا الدوله راه خصنا دينا الدواء مع الدنيا وي كيف هاد لا جيستيس مع امي باسكو قال لهم انا عندي شكاره قال لها البوليس نهار جاو يخرجوا لا بوليس هنا رانا ولينا رانا خلاص رانا شاهين ولينا نمشيو غير مع الشكاره الدوله هادي ولا تمشي غير مع الشكاره مالوريزمون انا عندي دراهم تفرق في الزوالي في زوالي في بلاده خليها تصور هذه لو 24 عندي وقفه معاه لو 24 جوجي يوقف يقول لك راني مطروده انا 80 سنه 80 سنه في عمري طردني الزقه جيزويت بعد لي جيمي جيزويت على حساب 8 مليون في الشهر منين راح نجيبهم له بنتي منين راح نجيبهم له انايا وما يسقم ما والو حنا رانا في منكوبين زعما سوا تي زون دي زابارتمون في السونتر جينيرال الشخم كان يسكن هنايا هايلي الدار تاع الجنرال شخم بيه بمواليه هايلي جمال دوك تشوفي مدام العباد اللي راهو يحوزوا فيهم احنا في سكان الجيري وكاع كلش تفضلي مدام تفضلي شوفي مدام تفضلي تفضلي مدام شوفي معايا لي بيرسون اللي يحوس فيهم هاملك لي بيرسون شوفي هذا سيتان ديابيتيك وهذا هو وليد الشاهد مدام و لابارتمون اتاتنا لا بريفكتور دولا هذاك الوقت يا في با لا ولايه سيتي لا بريفكتور اون 62 السلام عليكم السلام عليكم واه هذه ماك مرت جاي ويجي هذا يا سراق يقول لك تاع هذا يا يما دخلت هذا يماه الله يرحمه وبابا شاه الله يرحمه دخلوا لو 30 اكتوبر 62 راحت يماه لا بريفيكتور دو مونداتا لوجمون باش يسكنوها واش دي لا بريفيكتور بعثوا لو مونداتا اللي حكم العماره قالوا لهم سكنوها الفوف مزيان كي سكنوها كي قالوا لهم نسكنها قال لهم المونداتير نسكنها ا كونديسيون رفدي لي لا ميلوفي سو لو بانو 808 من حمايه تاع العماره
واش يدير لو مونداتير؟ دار له ريسيو دو لواي مسيدي فيه لو مونداتير. ودوكو لو بروبريتار تاع ليموب ماتو في زوج تاع لو كوف 63 قاعد يستغل بها لو مونداتير حتى يجي وليدو نقل الملكيه باعها افيك نوتير فرونسي وراح قاعد في المشاكل اليومين هادو. ما با ديك لا رياليتا سي دي فرود سي دي فول. Madame, s'il vous plaît, je peux intervenir. Juste deux mots. Je suis l'avocat conseil, c'est-à-dire des propriétaires, si j'ose dire, entre guillemets. C'est des gens, c'est-à-dire qui ont pris ces appartements depuis des années, peut-être je vais dire des 60. C'est que on aimerait bien que le dossier soit jugé entre de bonnes mains. Pourquoi ? Le dossier Hadaya, il a toujours été flou. Déjà depuis les années 63, il y avait des décrets exécutifs concernant, c'est-à-dire tout travaux ou c'est-à-dire transactions faites entre les étrangers et les Algériens. Quand tout le mouamala qui est entre les Français et les Algériens est bâtée là. Ils n'avaient pas le droit, sauf avec autorisation de la préfecture à l'époque. Sur la loi 62, la personne Hadia aujourd'hui, elle présente un acte notarié. L'acte Hadia Toufiqi, il dit en tariq aqd hiba. C'est une donation. L'acte Hiba Hadia. لو كان نحوسوا الاصل تاعها ما نلقاوش منبا العقد الاصلي العقد الملكيه الاصلي راهي توجور سو لا بروتيكسيون دو ليتا اللي تي توجور سو لا بروتيكسيون دو ليتا اي على بار سيت ايموبل ابارتيان ا ليتا حنا سكون فو اوجوردي سي اون انستركسيون توتال اون انستركسيون سور ليتا دو ليموبل كومون كو سا سفي ان جون هوم كي يا بتيتر منبا لا سوسانتين بوسيد ان ايموبل دو 6 ايتاج En plein centre d'Alger. En plus de ça, depuis 63, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi ce problème. Hna madabina annu al-adala tansaf fi haqq had nas hadouma, parce qu'on aimerait bien que la justice elle soit faite. On veut une autre instruction sur le dossier. On veut tadakhul ta as-sulutat al-ma'niya bil-amr bash tilqa hal nas. Mais rahom mawjoudin bi sifa muntazama ya nas. Rahom bi sifa muntazama. Rahom qa'din fi had al-immeuble hadaya ktar min amr ta as-sayyid hadaya. Comment ça se fait aujourd'hui? Il vient, et Hakaya, d'un seul coup, il essaye de les faire sortir. C'est pas normal. Là, ce qu'on veut, c'est de revoir le dossier. C'est tout. Voilà, madame. Et merci. Voilà. Jamais. هذا شهيد راح على الجلب على جلب بلاد الجزائر 32 سنه في عمره. تقول له مرته يا موحد بربي ولادك واش يقولها؟ قولها الجزائر كاع ولادي. تقول لي ما تزيدش تجبدي لي على الدراري هذوما. الجزائر كاع ولادو راح 32 سنه في عمره وخلى بحوانتو كل حاجه وباش باش 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 نبنوا الجزائر. 25 ans. Mon père. Tiens, Salah. Salah. Kamal, Hada. يخرجوا للزنقه ما عندهم كيفاش يعيشوا ما راناش عايشين. ما فات فينا لا دواء لا طبيب لا حتى شيء. تفهم؟
غير كيما ها هذا يخرج برا ها انت راه مين لك ما ها هضر معاه قولي ها هضر مع احمد هذا كان الله يبارك لك كان الديريكتور تاع لي زامبو شوفي ما لحف ما والو ساكن ما لحف ما والو حاكم براكو تقول له شوف ناديه نقولها رانا شادين بير ربي سبحانه شوف لي ولاه يا ترى في كتيبتو في الزاب وخرا انت كان ديريكتور تاع وين احمد عبد الرحمن تاع بليت الاخر في طوب تريزور كنت تاع لي زامبو ها هي اهدر معاه هضر مع عبد الرحمن ها خلي عيا ما قدرش هاكي في كتيبتو كي قولي لي ثم الملايين ولا تخرجي برا ها هذه دولة هذه انا والله غير كي سمعت انا ماشي منها كي سمعت اختي والله غير جيت كنت تشبتهم كنت نساكن هذوما شغل كي تشوف الحبيب تاعك في الزنقه واش تحسي روحك ما تحسي روحك غير حطو برا ها انا طلعت شفت القش هذاك في برا والدنيا لحمي هكذا دار ماناش وقت رانا الحمد لله رانا في دولتنا ما يعقبنا والله مسكين هكا موافق شويه تاع الحليب تعطي له كل ما كي العقول عطيتي له كلات ما عطيتولوش حاجه هكذا ما يحطش ما يمشي ابليكوش هذا يخرج هاد لوك اخ هذا الله يستر يا ربي هذا ما ماهوش مو مسلم لا ما يحدش ما طيحتو حاول هضره ما خدش يهضر لي هضر كان هذا في الملايين في الشهر وحنا دار رايبه في فيها شو هذا شكل ما تبينا عيشة الله يحفظك عيشة الله يحفظك